تحدثنا عن حال المساجين في دولة الأحواز، حتى لا تغضب علينا يا شيخ. سم حقيقة أنه شيء مؤلم. المحتلة، أي نعم، دولة الأحواز المحتلة المحتلة شيء يفطر الأكباد مما يمارس عليهم من العذاب والتنكيل والتمثيل. حقيقة دكتور، أنا أريد أن تسمع هذه المداخلة من سجين سابق، ثم بعد ذلك تعلق بشكل عام ما يفعله هؤلاء من ظلم وتحقير لهؤلاء العرب المسلمين في دولة الأحواز. معنا السجين السابق في سجون إيران، السيد علي إشقاتي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك يا غالي. أهلا بك. سمعت سيد علي في حلقات الماضية عن روايات المساجين الذين سجنوا في سجن كارون وفي القدس وفي السجون الإيرانية، فماذا حصل على السيد علي من عذاب ومن ممارسات جعلت السيد علي يتحدث إلينا في هذا اللقاء؟ نعم أخي العزيز، قبل هذا أحب أحييك وأحيي ضيفك الكريم هذا الشيخ العزيز، سلامتك، وموقفكم لنصرة قضية الأحواز وشعب الأحواز الأسير بأكمله. الأحواز وأرضه أسير لدى الفرس. هؤلاء أعداء الإنسان والإنسانية. حقيقة حبيت أذكر نقطة، أنه أنت ذكرت أنه بعض الإعلاميين أو الآخرين يتصلوا بكم أو يرسلوا لكم رسائل أنه أنتم تثيرين الفتنة بين الإسلام أو ما شابه ذلك. أنا أقول لمن يرسل لكم هذه الرسائل ولو يكون عنده ضمير وقلب إنسان، لا يروح يشوف الأحواز يعني بأم عينه ويشوف حال الأحوازيين بالشارع. ما يحتاج يدخل السجون، ونعرف أن الفرس ما يسمحوا لذلك. يشوف حال الأحوازيين رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. يعني هذا الشعب الأحواز تشوف الناس بالشارع يعني بحالات يعني الإنسان ما يقدر يعني يشوف أنه ويشكر. أمرنا وأمركم إلى الله. سيد علي، يا ليت أن تدخل في صلب الموضوع، ماذا حصل عليك من ممارسات في التعذيب داخل سجون إيران، وما هو السجن الذي سجنت فيه؟ نعم، أنا سبقت يعني سجنت في أحد سجون الاحتلال الفارسي، وهي أحد السجون السرية. حقيقة ما نعرف يعني إلى أين يأخذونا، لكن بما أنه السجون هي موجودة بالأحواز ونعرف يعني تتسرب يعني الأماكن من بعض الأشخاص، أو إحنا يعني زمان اللي نكون موجودين بالسجون السرية تحت الأرض بالزنزانات نسمع عما مثلا صوت الطيارات أو صوت قطار أو صوت، يعني نعرف هاي الأصوات من أي مكان في العاصمة الأحواز. أنا احتقلت عام 2002 بعد الانتفاضة اللي خرجت بحي الثورة، يعني كانت اسمها انتفاضة السيديات. كان هجوم وحشي من قبل أمن الاحتلال الفارسي إلى البيوت وإلى المحلات التجارية والكوافير وغيرها، هاي يعني الأسواق. وكان سببها أنه بعض المحلات كاتبين اسم المحل باللغة العربية، أو مثلا أحد علماء الإسلام والعرب كان اسم هذا المحل. الله المستعان. من بعد هاي الانتفاضة أيضا احتفلت أنا وشباب كثيرين. أنا كان يعني حوالي 18-19 سنة عمري، أخذونا إلى سجونهم السرية. بداية يعني من لحظة الاحتفال يهونوننا بالضرب والشتم إلى حتى يوصلوننا للزنزانة ويحطوننا يعني تحت الأرض. إضافة على هذا احنا تنقطع اتصالنا مع العالم الخارجي، يعني ما نعرف شنو الاتهام او شنو صاير او شردون من أدنى. المهم بعد يجي المحقق ويجون السجانة ويضربوننا بالعصا أو بالكابلات الكهربائية، وإذا ما احترفت بالشيء اللي هم يردونه
وهي يعني اتهاماتهم معروفة أنه يعني هل أنت ضد الانقلاب الجمهورية الإسلامية أو هل أنت جاسوس إلى إسرائيل أو بريطانيا أو من هذه الاتهامات الجاهزة يعني مجهزينها إلى كل محتفل منار الأحواز. المهم بحكم يعني سوق السنة وقيريز وما كان يعني أتم إثبات إلى أنه أنا أو بعض من الشباب اللي كانوا معي عاملين شيء خرجونا من السجون السرية حوالي 6 أشهر وأخذونا السجن العام. أيضا بالسجن العام حاولوا أنه يضربونا ويحرفون مسير حياتنا إلى يعني حياة غير يعني كويسة زي ما يقولوا. يعني أما الإدمان أما يشجعوا هؤلاء اللي السجناء المجرمين. طيب سيد علي، إلى ضربنا وشتمنا. سيد علي، لحظات في السجن لم تنسها أبدا من التعذيب؟ طبعا. ما هي هذه اللحظات؟ أوصف لنا هذه اللحظات أخي العزيز. هي كل لحظة عندما كنت في السجن هي ما تروح من بالي، يعني من بداية الاحتفال حتى خرجت من السجن، يعني من أول لحظة حتى جاءوا بسياراتهم وأخذوني. لكن أقصى عذاب، طيب خلينا نقول أقصى عذاب. أقصى عذاب كانوا هم علقوني بالسقف، في يقولوا لها علقونا من إيدين يعني من الأكتاف، يعني اكتافات يكون وراء كيف يتم ربط يعني يديك في السقف يعني؟ من 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 اكتافي. من الاكتاف يربطونها في السقف؟ نعم. ايوه. ويخلونا يعني ادور على نفسي. الله المستعان. وملاحظه واحده انه هذا الشهيد مصطفى الان صورته خليته، هذا احد الشباب المناضلين اللي كنت عفنا من أهل حي الثورة أخي العزيز. طيب يا سيد علي معلش يعني بس كان سؤال أخير. الأحواز. لما يعني علقت في السقف كانوا يعذبونك وأنت معلق؟ طبعا. كيف وش العذاب اللي يعذبونك فيه؟ بالكابلات الكهربائية. مدة التعذيب طويلة وأنت معلق على السقف؟ حسب مزاج المحقق يعني بشكل متكرر؟ طبعا. لكن الأكثر من هذا لأنه إحنا في الأحواز ونعاني من احتلال والضغط والفرس ظالميننا بهذا الشكل. الضرب ما كان يأثر بينا أكثر من ما كان يأثر بينا الكلام والشتم. شتم على العرب، على العروبة، على الإسلام، بشتى الطرق، على الإسلام قصدي، على الصحابة، على الدول الخليج العربي، على كافة يعني الثقافة العربية الإسلامية. طيب كان معك أحد داخل الغرفة في السجن أو الزنزانة؟ لا طبعاً لوحدي. يعني سجن انفرادي؟ سجن فراد. نعم. وكم المدة اللي قضيتها في الزنزانة؟ 6 أشهر. ولما أفرج عنك ماذا قالوا لك؟ ما أفرج عني، أخذوني إلى سجن العام سبيدار. أيوة. سجن اسمه سبيدار اللي هو سجن القدس. نعم. أيوة. أخذوني إلى ذاك السجن وبقيت حوالي أكثر من 6 أشهر وأفرج عني بكفالة. أيوة. عمر السيد علي أشكرك على هذه المداخلة و الحمد لله على سلامتك، ونسأل أن يفرج عن إخواننا المأسورين في سجون إيران. شكرا لك سيد علي. من خلال التحقيق يقول هل أنت ضد انقلاب الجمهورية الإسلامية؟ نعم، هذا هو المحور الذي عندهم. أي نعم. نعم، ولذلك هم يعني يمتحنون في هذا الجانب، والجواب الصواب معروف، وأمامهم بيعطيهم الجواب اللي يبي يمشيهم حتى يدفع عن هذا صعق هالكهرب وهالتعذيب وهالشتم وهالإهانات وهالتعليق الذي ذكره حقيقة. ويعني هذه المشاهد التي عرضتها قبل قليل
يعني حقيقة والله يصعب على المؤمن أنه يشاهده، تقشعر له الأبدان وتتأثر ويتعب الإنسان، ما يطيق أن يرى هذا. يعني الأمر فعلا صعب، الأمر صعب، الأمر صعب في الأحواس. يعني ما يحصل في سجون والتعذيب والقتل والتعليق بهذه الطريقة، والشنق الجماعي وشنق نساء ورجالا، يعني والله كارثة، كارثة عظمى. ثم تصور، ثم تكون في مكان عام من أجل إدخال الرعب في نفوس الأحوازيين والذعر والخوف والهلع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أراك تدون يا شيخ من خلال أنا والله دونت أشياء كثيرة ذكرها، لكني ذكرت قد دونت يعني بعض النقاط. أولا ذكر هو قال أنهم يؤذوننا أحيانا بالشتم باللسان أعظم من إيذائهم بالصعق الكهربائي والجلد والضرب والتعليق وإلى آخره. وجميع المتصلين الذين اتصلوا علينا من السجناء السابقين يشتكون من العذاب النفسي أكثر من العذاب الجسدي. طبعا، وهذا هو المؤثر الأكبر، لأن الإنسان قد يتحمل الضرب لكنه قد لا يتحمل تسب دين الله سبحانه وتعالى والطعن في, 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 في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان أحيانا لما تسب والدته أو والده ما يقبل، ما صعبة عليه جدا، فكيف أن يسب يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أعراضهن ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.